الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الإصلاح من الغايات المنشودة لدى كل عاقل، وهو مما دعا إليه سادة خلق الله وخيرة من اصطفاه الله تعالى، كما قال نبي الله شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. وقد جعله الله سبحانه مقابلا للإفساد، فقال: والله يعلم المفسد من المصلح. وقد أمر الله بالإصلاح ونهى عن الفساد، فقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ووعد الله تعالى المصلحين بالثواب الجزيل، قال سبحانه: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وجعل عمل المصلحين ونهيهم عن الفساد عاصما لقومهم من العقاب العام، قال سبحانه: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فإذا عرفت قيمة الإصلاح فاعلم أن له سبيلا محددا في شرع الله، وليس بالهوى ولا بالتمني. وقد أنكر الله تعالى على قوم ادعوا الإصلاح بغير سلوك لسبيله، فقال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فإذا تبين لك أيها القارئ أو السامع الكريم أنه ليس كل من نادى بالإصلاح أنه مصلح في حقيقة الأمر، عرفت أنه يجب عليك معرفة الإصلاح وسبيله حتى تكون على بينة من أمرك، وتنأى بنفسك عن سبيل المفسدين. فبناء على ما سبق أستعين الله في ذكر قواعد وأصول جمعتها من كلام بعض أهل العلم ممن أحسن النظر في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وسبر منهج السلف، فاستخرج أصولا جامعة تنفع بإذن الله من أحسن فهمها ووفق في تطبيقها، تنفعه في صيانة دينه وسياسة دنياه. الأصل الأول: العلم قبل القول والعمل. وعنوان الأصل مأخوذ من كلام الإمام البخاري في إحدى تراجمه رحمة الله عليه، ثم أورد تحته قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فجعل الله سبحانه تحصيل العلم قبل العمل، لأن من عمل بغير علم تخبط وركب الضلالة. ولهذا نحن نستعيذ بالله من مسلك الضالين في اليوم مرات ومرات بقراءتنا لسورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم قوم علموا ولم يعملوا، والضالون قوم تعبدوا بالجهل. وما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء كما أمره بالاستزادة من العلم، وقل رب زدني علما، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. فالعلم المقصود بالشرف هو علم الدين، قال تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. في الآية لو انتبهتوا ربنا سبحانه وتعالى فضل أهل العلم على أهل الإيمان. إذا كان أهل الإيمان في درجة، فأهل العلم من أهل الإيمان هم فوقهم في الدرجة. وعلم الدين المقصود هو ما قاد صاحبه لخشية الله، قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وخشية الله تقتضي إفراده بما يستحقه من العبادة دون ما سواه من المخلوقين، قال تعالى: فلا تخشوهم واخشوني
وتقتضي تحكيم شرعه. قال سبحانه: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وتقتضي تبليغ شرع الله للناس وإن كرهوا ذلك. قال سبحانه: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. والعلم الصحيح هو ما قاد صاحبه لطاعة الله والخوف من لقائه. وأما مجرد المعلومات التي تملأ صدر صاحبها وهو مقيم على معصية الله ساعيا في سخط، فهي حجة قائمة عليه يوم لقاء ربه. وصاحبها في الحقيقة الأمر جاهل بالله، لم يقدره حق قدره. قال يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن، يعني النسوة، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاعتبر يوسف عليه السلام الوقوع في مكائد النساء وفي حبائل الشيطان نوعا من أنواع الجهل بالله تعالى. والعلم الصحيح أيضا ليس بالحفظ، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ليس العلم ما حفظ، إنما العلم ما نفع. فالإنسان الذي لم ينفعه علمه لا يفيد الناس شيئا. قال الشافعي رحمه الله تعالى: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل قدره، ومن نظر في الحساب جذل رأيه، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. والعلم الصحيح أيها الكرام ما قادك لترتيب الحقوق، الأعظم ثم الأدنى فالأدنى. فأعظم الحقوق هو حق الله تعالى، وهو أن يعبد وحده لا شريك له في عبادته ولا ند له، كما جاء في الصحيحين من حديث معاذ: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فمن جعل لله شريكا في عبادته يدعوه أو يرجوه أو يتوكل عليه أو ينذر له أو يخافه كخوف الله أو يحبه كحب الله، فليس له نصيب من العلم الصحيح ولو حفظ ما حفظ وإن بلغت عمامته عنان السماء. لأن أعظم قضية أولاها القرآن اهتماما بالغا هي قضية إفراد الله تعالى بالعبادة، حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى: القرآن كله توحيد. وثانيا حق رسوله عليه الصلاة والسلام بطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع مع محبته وتوقيره: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فالتسبيح لله تعالى والتعزير والتوقير للرسول عليه الصلاة والسلام. وثالثا حق الوالدين، ثم حق الصحابة والعلماء والأمراء والأقرباء والجيران وعامة المسلمين. فالعلم الصحيح أيها الكرام يقود الداعية لترتيب الأولويات، فيبدأ بالعقيدة قبل الفرائض، وبالفرائض قبل النوافل، لما جاء في حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولك في فقه يوسف عليه السلام أبلغ مثال عملي على حسن ترتيب الأولويات في خطوات الإصلاح، فقد بدأ بتصحيح العقيدة وتوسع في ذلك. والقصة معروفة عندكم، لما سأله صاحبه في السجن قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. فبدأ يوسف عليه السلام أولا
بتصحيح العقيدة. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وتكلم طويلا عن العقيدة وعن التوحيد وعن فضل الله عليه وعلى آبائه بعدم الإشراك بالله، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم بعد ذلك جاء إلى تعبير الرؤيا، فقد بدأ بتصحيح العقيدة وتوسع في ذلك قبل الشروع في تعبير الرؤيا. ولهذا من فقه الداعية أن يقدم للمدعو ما ينفعه قبل ما يطلبه. وإذا رأيت الداعية يساير الناس فيما يحبون الخوض فيه فاعلم أن راحلة دعوته قد أفلتت من خطامها، فصارت تدور دوران البعير على الرحى. وكذا إن رأيت الداعية يسترسل مع مسائل فقهية أو لغوية تأخذ غالب وقته وتحتكر جل اهتمامه مع حاجة الناس الظاهرة لتعلم العقيدة والفرائض، فاعلم أنه من جملة من استحوذ عليهم الشيطان فشغله وشغل الناس به فيما لا يعالج دينا ولا يصلح دنيا. والعلم المنوط به تحقيق ما ذكرنا من المرامات هو ما عرفه شيخ الإسلام رحمه الله حيث قال: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك إما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج أو منقود. فحصر رحمه الله تعالى لك ما تقف عليه من العلم في ثلاث: علم مقبول ومردود ومتوقف فيه. فالمقبول ما قام دليله، والمردود ما خلا عن ذلك، والمتوقف فيه ما لم يعلم أنه من الأول أو الثاني. وعلى ذلك فإن الواجب على العاقل تعلم الحق والعمل به ومعرفة الباطل لتجنبه. فعلى العاقل تعلم الحق للعمل به ومعرفة الباطل لتجنبه، والوقوف عما سوى ذلك لأنه إن لم يضرك ما نفعك بشيء. والعلم الصحيح محكوم بمنهج السلف، فما اتفقوا عليه ليس لأحد بعدهم أن يتعداه، وما اختلفوا فيه ننظر في أدلتهم بغير هوى ولا عصبية، فنختار ما قام دليله أو ما ترجح، كما قال ابن أبي العز رحمه الله: مع حفظ مقام أهل العلم المجتهدين، فهم ما بين مجتهد مصيب له أجران ومجتهد مخطئ أجره واحد، وليس لنا أن نتابع أحدا في خطئه وقد علمنا الصواب. الأصل الثاني: إخلاص الدين لله، وهو الحكمة من خلق الثقلين. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولا شك أن الرسل هم سادة المصلحين، وأعلم خلق الله بما يصلح الناس. وقد وجد كل رسول في قومه منكرات عديدة مختلفة غير الإشراك، ومع هذا فقد اتفقت دعواتهم في بداية سبيل الإصلاح بإخلاص الدين لله بالتوحيد، ونبذ عبادة الطواغيت وعبادة الملائكة والصالحين من دون الله. فقد بعث شعيب عليه السلام بالتوحيد، وكان متفشيا في قومه التطفيف في المكيال وغيره، كما تفشت الفاحشة في قوم لوط، والخمر والميسر والقتل والزنا في كفار قريش. فبدأ جميع المصلحين من الرسل بتصفية التوحيد ومحاربة مظاهر الشرك من عبادة الأوثان والملائكة والأشجار والأحجار، كما حكى الله تعالى
أخبار تلك الأمم في سورة الأعراف وهود والأنبياء والصافات وغيرها من سور القرآن. ولم نقرأ أن رسولاً من الرسل بدأ قومه بغير التوحيد، ولم نعلم أن أحداً منهم قدم ما يفردونه بالتقسيم، أعني توحيد الحاكمية اللي هو الآن الأصل الأول عند الإخوان المسلمين وأساس دعوة الإخوان المسلمين والتكفيريين من السرورية وغيرهم. عندهم الدعوة تدور في توحيد الحاكمية، والتوحيد عندهم هو الحاكمية. وقد فسرها سيد قطب زعيمهم بأن التوحيد لا إله إلا الله معناها لا حاكمية إلا لله، فيقدمونه على توحيد الألوهية. فقد عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الملك في بادي أمره فرغب عنه، لأن إصلاح المجتمع لا يكون من أعلى كما يظن الكثيرون، إنما يبدأ من إصلاح الفرد. وأساس صلاح الفرد معرفته ربه بالتوحيد، وإخلاص عبادته لخالقه دون ما سواه. فإذا خاف العبد ربه واتقاه انقادت نفسه لأوامر الشرع، وتهذب سلوكه لخوفه من العرض على مولاه، فإن الوازع الديني في قلب العبد أبلغ في ردعه من أي سلطان ومراقب. ويقيني أن ما يقال عنه أزمة الضمير من أسوأ ما نخر عظم المجتمع المسلم من الأدواء، ويرجع سببها إلى غياب حياة الضمائر أو ضعفها، وسبب ذلك عدم التوحيد أو ضعفه. ولهذا ما تجرأ أحد على أموال الناس أو على أعراضهم أو حقوقهم إلا لخلل في توحيده. لهذا المعاصي اللي انت بتشوفها في الأمة سبب الخلل في التوحيد، ولو انصلح توحيد الناس لانصلحت حياتهم. ولهذا يتناسب معدل الجريمة طردياً مع انتشار الشرك في البلدان، فكلما زاد الناس في عبادة غير الله والتوكل على غيره من الموتى وأصحاب القباب، ونذروا لهم النذور وعكفوا على أعتابهم يرجون منهم كشف الكربات ورفع الملمات، زادت فيهم نسبة الجريمة، لأن من لم يحفظ حق الله بتوحيده لن يحفظ حق العباد، ومن خان أول من أنعم عليه لن يفي لأحد غيره. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ويجب أن تعلم أن التوحيد سبب الخير والبركات. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والتوحيد هو سبب الأمن في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهو أعظم سبب تنال به ولاية الله وحمايته. قال سبحانه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وهو سبب النصر والتمكين. قال عز من قائل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وأيضا بالمقابل يجب أن تعلم أن الشرك حليف الخذلان. قال سبحانه: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وهو سبب الخوف. قال سبحانه: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. السبب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وهو سبب ضياع نعمة الدنيا. قال سبحانه عن صاحب الجنتين:
بعدما أشرك بالله سبحانه وتعالى وقال لن تبيد هذه أبدا، قال فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وهو سبب ذهاب نعمة العقل. قال عز وجل ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فإن من أشركوا بالله فهم صم عن سماع الحق، عمي عن تدبره، بكم عن النطق به، حالهم حال البهائم التي يناديها الراعي فلا تفقه من صياحه سوى نغمة النداء والذهاب. فما أقبح أثر الشرك على قلوب أصحابه، فإنه لم يترك لهم سمعا به يهتدون، ولا بصرا به يستنيرون، ولا عقلا به يسترشدون، فأصبحوا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أنهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام. أم تحسب يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولك في الواقع أبلغ عبرة، فأين ذهب عقل من ركب ظهور المطايا أياما لينزل تحت أعتاب قبر يعتقد في صاحبه الصلاح ليسأله قضاء حاجته في انكسار وخشوع تام، وصاحب القبر لا يسمع ويترك ربه القريب المجيب الذي لا يحتاج إلى أن تشد له الرحال. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الأصل الثالث متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فقد جعل الله سبحانه سبيل الهداية مشروطا بطاعة الرسول، وأما من خالفه فقد أضاع سبيل الهدى ونزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وليس لمؤمن أن يختار خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعتقد أنه أرشد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بل الواجب على كل مسلم التسليم لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما بعث النبي صلى الله عليه وسلم هاديا ومعلما إلا ليطاع. قال سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو كان جائزا لنا الاعتراض على ما جاء به الرسول لاختلت الحكمة من إرساله. ولهذا جعل الله للرسل العصمة في كل ما يبلغونه عن الله لئلا يفتح للناس باب التشكك في بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من عنده لا من عند الله. قال عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقد شهد كل من أنصف من الموافق والمخالف من بني آدم أن أعظم مصلح هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يرغب عن سبيله إلا مبغض لما جاء به من الهدى والبينات. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة في صيانة الدين وسياسة الدنيا، وهو الأحرص على ما ينفع أمته والأرفق بها من أسباب العنة وما يجلب المشقة. قال سبحانه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقد ربى أصحابه على العقيدة الصافية فقال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وعلى كمال مراقبة الله
فقال احفظ الله يحفظك، وقال اتق الله حيثما كنت، وعلى حفظ اللسان فقال كف عليك هذا، وعلى حسن الخلق فقال وخالق الناس بخلق حسن، وقال لا تغضب، وعلى رعاية حقوق المسلمين فقال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، وأرشد إلى حسن الجوار وقرى الضيف ونصرة المظلوم وتوقير الكبير ورحمة الصغير وإجلال ذي الشيبة ورعاية اليتيم وإعانة الأرامل، ونبه إلى معالي الأمور والتسابق على الخيرات، وأمر بحفظ الأمانة وتحري الصدق واكتساب الحلال وأوصى بالبر والصلة والإحسان والعفو والتصافي والتسامح وجميع الفضائل الزاكية، وكان له من كل خصلة كريمة أعلاها، وأبيض يستزغى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الغلاف من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل. فلا أعلم في دنيا الناس دعوة قد استوعبت مصادر الصلاح وموارد الخير، ونهد عن جميع أوجه الفساد وموارده، كما يوجد في هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا أجد في كل ما يدعو إليه من ينادون بالإصلاح خيرا إلا وهو في سنة رسول الله، ولا شرا إلا والتحذير منه فيها. فيا عجبي ممن يأتي من أين يأتي من يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير في غيرها. الأصل الرابع الاجتماع في الدين ونبذ الفرقة. من أعظم نعم الله تعالى التي امتن بها على عباده المؤمنين أن جمعهم على كلمة سواء بعد تفرق. قال سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. والخلاف شر كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والاجتماع المقصود هو الاجتماع على الحق. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمن اجتمع على غير الكتاب والسنة بفهم السلف فهم في الحقيقة متفرقون، وإن كانوا بأجسادهم مجتمعين، لأن الاجتماع المقصود هو اجتماع القلوب على الحق لا اجتماع الأجساد على الهوى. لأن من اجتمع على غير رضا الله سيتفرق في يوم تنكشف فيه السرائر، كما قال سبحانه: يومئذ يتفرقون. وقال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير الآية: وتقطعت بهم الأسباب، أي المودة. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وما أحسن ما نقول مسعود رضي الله تعالى عنه: الجماعة ما كان على الحق وإن كنت وحدك. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. مع أن إبراهيم كان واحد. وسبب الافتراق مخالفة الرسول باتباع الهوى، فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق بسبب الأهواء إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ثم وصف تلك الواحدة بالجماعة لأنهم اجتمعوا على ما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم. وأشار القرآن إلى هذا في قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فجعل كونهم شيعا أي أحزابا وطوائفا هو التفرق. وذكر الشاطبي رحمه الله تعالى أن من أوجه تفسير الآية: إن الذين فرقوا دينهم، أي إن الذين فارقوا دينهم، قرأت إن الذين فارقوا دينهم
فارقوه إما بالشرك وإما بالبدع المخرجة من الملة. قال إن الذين فارقوا دينهم فارقوه بإحداث البدع والشركيات والتفرق من أعظم أسباب الفشل. قال تعالى ولا تنازعوا اللي بيحصل شنو فتفشلوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الآية من أسباب التفرق واحد الوقوع في الشرك بالله تعالى. قال تعالى ولا تكونوا من المشركين. من هم؟ من الذين فرقوا دينهم. البدل لهنا بورينا المعنى. ولا تكونوا من المشركين. من هم المشركون؟ الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. اثنين البدع والأهواء. قال سبحانه فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثلاثة اتباع أمور الجاهلية من الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب ومعارضة الحق بالقوة. قال تعالى عن قوم نوح قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. ما عندهم حجة، حجتهم انقطعت. إبراهيم عليه السلام لما ناقشهم وانقطعت حجتهم قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. حجتهم انقطعت. قالوا شنو؟ حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وأيضا معارضة الحق بالسلطان أو معارضة الحق بالمال. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وأيضا معارضة الحق بالسلطان. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم. رابعا منازعة السلطان. قال صلى الله عليه وسلم وألا ننازع الأمر أهله في حديث عبادة لأن السلطان المسلم وإن كان ظالما فبقاؤه خير من الفتنة وهو يحمي الديار والأموال ويحقن الدماء ويمنع تسلط السفهاء. ولهذا قال السلف حاكم ظلوم خير من فتنة تدوم. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر عليه لأن مفسدة الخروج أشد وأعظم. وأمر بمناصحته سرا لتحقيق الإصلاح مع حفظ هيبته وأن ذلك أدعى لقبوله. واعتبر نصحه من أعظم الجهاد. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. عند السلطان أي أن تذهب إليه لا على المنابر. وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى والمنبر علانية فلا تجوز النصيحة في المنبر لأنه علانية. الأصل الخامس التصفية والتربية من الأصول السلفية التي كان ينشدها العلامة الألباني رحمه الله وغيره. هو مبدأ التصفية والتربية ويعنى به تصفية الدين علميا وعمليا مما شابه من لوثة الشرك والبدع وسوء التطبيق. وتتم التصفية من خلال التركيز على الأصول الآتية. أولا تصفية العقائد من مظاهر الشرك والرد الشافي على الشبهات في جميع أبواب التوحيد. الشبهات التي في باب توحيد الألوهية وفي باب توحيد الأسماء والصفات. الرد على الذين ينكرون الاستواء وينكرون صفات الله سبحانه وتعالى الخبرية وغيرها. تصفية العبادات من البدع كالمآتم واحتفالات المولد
وبدع الصلوات، القنوط في الصلاة والدعاء الجماعي وإرسال اليدين في الصلوات وغيرها من مظاهر البدع، وكذلك الأذكار المحدثة. ثالثا، تصفية المعاملات من الحرام، وذلك بتصحيح فتاوى البيوع والزكاة والأحوال الشخصية مثل فتاوى الطلاق وفتاوى عدد النساء وغيرها. مرة بسمع في برنامج بتاع الدرويش اللي اسمه لزيرك ذاك، جايبينه في تلفزيون درمان عشان تعرف ذاته، نحن مبتلين ابتلاء شديد. في البرنامج جابوه عشان تعرف القضية مش قضية العقيدة برا، وإن كانت العقيدة الأساس، وكم من صلحت العقيدة ونمشي لغيرها، لكن حتى في الفقه يا أبو مفتي قال المرأة لو طهرت في رمضان وهي لا تعلم كانت نفساء، يعني النفساء ممكن تطهر في يومين أو ثلاثة يوم، وبعضهم يقول إلا 15 يوم. المهم لو طهرت من الدم ورأت علامة الطهر خلاص بعدها تصوم وتصلي. فقال لو طهرت وهي لا تعلم، يعني ما عارفة، وبيتكلم عن انه في نسوان جاهلات بالامر ده، قالوا لو طهرت في اول رمضان ومعتبرة نفسها نفساء لسه الا تتم الاربعين، فافطرت رمضان كله، قال عليها تصوم على كل يوم شهرين متابعين. بالله ده هسه انت قادر تتخيل شهرين متابعين؟ يا ناس تتكلموا كيف؟ هنا النسوان ده رمضان الفرض والله ده ما في مرة بتتمه كامل، ما بتتمه كامل ذاته رمضان الفرض والله، وهي ذاتها نفسة، والنفساء الصحيح هي مرضع، والحامل والمرضع الصحيح انه اصلا لو هي تفطر ذاتها من حقها. وقالوا كان عاندت راجع يفطرها لانه دي مصلحة جناو، لكن يفطرها ويدفع، تدفع لها بعدين الفدية وتطعم عن كل يوم مسكين، بس ما عليه اصلا ما عليه ذاته صيام، هو اليوم الواحد ما عليه، ده داري صيام شهرين عن كل يوم، كل واحد ما عليه. وكذلك يا اخواننا المساله دي مهمه حتى في الفتاوى اللي بتتعلق بالبيوع، لانه في ناس زي ما باعوا الدعوه عقيده ومنهجا باعوا الدعوه فقها في الاسواق، في شيوخ دقونهم لهنه وشغالين بيفتوا ناس السوق، بس اظنوا الناس اللي برا السوق ديل ما عندهم دين ولا شو ما عارف، الفتاوى دي بس الا للجلابه بتاعين السوق ديل حارسين الاسواق، بس عمه وعبايه اللي فوق ديك وسته ختم، الواحد مكشب شفته زي حمير العرب اللي برا ديلك، ختم وكشكوش كله ده عشان يجي للتجار الكبار ملانين قروش يقعد في الترابيزه، يجيبوا له لبن الليبل والسمك ويجيبوا له شنو يضرب، ويدون فتاوى ما يطلبوا التجار، فتاوى ما يطلبوا التجار، وزول جابوا له سمكتين كبار صينيه داخله وصينيه مارقه، باقي لك ده كان قول له بيع الدولار بالشيك بجوز ولا ما بجوز؟ اقول لهم بجوز؟ اقول لهم بجوز ما في حاجه، واحد قال لهم لانه انا محتق بالسوق، قال وفقيه في السوق، يا زول الفقيه ده قاعد في الكتب ما في السوق، الفقيه ده قاعد في كتب الائمه كتب اهل العلم ما قاعد هناك في السوق، دي المجارمه. فيا اخواننا منهج التصفيه والتربيه المقصود، وان كان انا ما داير اشرح، انا داير المشايخ يجوا يشرحوا ويفصلوا في الموضوع، ولكن منهج التصفيه هو منهج شامل، تصفيه العقائد زي ما قلنا، وتصفيه كذلك المعاملات، وتصفيه الاخلاق من المساوي كالحث على الصدق والامانه والوفاء وحسن المعامله وتقبيح الكذب والخيانه ومساوي الأخلاق. خامسا، تصفية التأريخ من الكذب الذي صار مشوها لمعالم وأعلام أمتنا من جهة، ومسوغا للفساد من جهة أخرى، لأنه الآن الكذب في التاريخ بيعمل من اتجاهين، في اتجاه تشويه الصورة الناصعة البيضاء لأمتنا ولأعلام الأمة من الصحابة والسلف، وكذلك من جهة أخرى بيتخذوه ذريعة
لتسويق الباطل والإجرام. واحد يجيب لك قصة ملفقة زي قصة طلع البدر علينا، يجي غننا لك نسوان مصريات في مسلسلة بإطارات كب كرب كب كب طلع البدر علينا، طوالي ده بيحولوه لدين. تبقى يقول لك المديح جائز حلال، ليه؟ لأنه النبي استقبله بطلع البدر علينا لما داخل المدينة، والقصة باطلة، أنكرها ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، وأنكرها كذلك العراقي في تحقيقه لكتاب إحياء علوم الدين للغزالي. فالقصة باطلة ومنكرة، ولكن لا بد من مراجعة التاريخ، وده مذهب أو أصل اهتم به الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، مراجعة السنة الأحاديث ومراجعة التاريخ لتصفية تاريخ الأمة الناصع، لأن تاريخنا الإسلامي يمثل ثورة علمية غنية للأمة تستضيء بها طريق نهضتها وتستلهم منها غذاء همتها، فإذا شوهت ضاعت مكانة قدواتنا، بل وتحولت السيرة المشوهة للقدوات إلى معاول تهدم ما تبقى من خير فينا بسبب تبدل صورتهم بفعل الكذابين من الأخباريين. ثاني التربية، وهي كيفية تربية المجتمع على هذا المنهج المصفى، وتكون بالآتي: أولا، تنشئة الصغار على الدين بالتدرج، يغرس فيهم التوحيد، الخوف من الله، مراقبة الله، حب الدين، التشبه بأعلام الأمة، ثم الصلاة، ثم باقي أركان الإسلام، ثم التحلي بمكارم الخصال ونبيل الأخلاق. ثانيا، التأثير في المجتمع بالقدوة، ودي من أعظم مهامكم انتوا كدعاة، هذه من أعظم المهام، فركزوا فيها وانتبهوا لها جدا، بأن يكون الداعية محل ثقة الجميع في قيمه، سباقا في الخيرات، مسارعا في نصرة المظلوم ونجدة المحتاج، كريم المعاملة طلق الوجه، باسطا يده بالخير لذوي الحاجات، كما قالت أمنا خديجة الكبرى رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتحفظ الأمانة وتصدق الحديث. هذه صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان كده كان يلقب في مكة بالصادق الأمين، وما اتهموه في صدقه أبدا ولا في أمانته، فكان عندهم محل الثقة. ولذلك يا إخوة، الداعية يؤثر في الناس بفعاله أكثر من تأثيره بكلامه، يؤثر بفعاله. وكذلك قصة يوسف عليه السلام لما استفتاه صاحباه في السجن، لما استفتوه قالوا: نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. ولولا هذه لا يقبل من الداعية كلام، لو كانوا بيشوفوك أنت محل الكذب والخيانة، بتمسك الناس مواسير في السوق وكذاب، وتلف وتدور تشيل من زول قروش ما بترجعها، توعد زول بتخلف وعدك، كويس؟ زول يدق عليك تلفون تقول له: والله انا هسه جاي من الابيض، وانت راقد في البيت. هذه الصفات الذميمه اذا كانت منها واحده في الداعيه بيفشل، فكيف لو اتلمت كلها في واحد؟ نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي أشجع الناس وأجودهم وأصدقهم وأسرعهم في النصرة وأفضلهم في كل خصلة خير. الناس لما سمعوا وجبة في المدينة، سمعوا صوت بتاع ضربة حجر نزل، ففزع الناس، فلما خرجوا من بيوتهم تلقاء الصوت وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من مكان الصوت وهو على بغلته عريا
ماري جازات شد فوق لها السريد راكب على ويجر ثوبه ويحمل حربته وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا. الناس وقت ماشيين النبي جاي راجع جاب خبر الموضوع كله. فالداعية في كل صفة خير يتميز بأعلاها. كفار قريش وهم معادون لرسول الله، شانئون له، مبغضون له، حاقدون عليه، محاربون له، ويحفظون أماناتهم عنده. أماناتهم قاعدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويمشوا هناك يتلموا في دار الندوة ويقولوا لا بد نقتله. فرغ شملنا وشتت وسفى أحلامنا وسب آلهتنا وعاب ديننا وما إلى ذلك. طيب، فلذلك يا أخواننا هذه النقطة الثانية من أهم صفات الداعية. قبل ما تكون فصيح في لسانك وحفظ القرآن وحفظ الأربعين النووية، وقبل ما أنت تحفظ البيقونية، وقبل ما تحفظ قصائد، وقبل ما تتعلم الخطابة، أخطب نفسك وعلم نفسك وأدب نفسك ورع نفسك وميز بالأخلاق وزينا بالخلق الجميل. نحن كلنا كنا عايشين في مجتمع وسرقنا من أخلاق المجتمع ما سرقنا، وأخذنا من أخلاقه ما أخذنا من العيوب في المجتمع، من دعاوى العنصرية، ومن الفخر بالأحساب، ومن الطعن في الأنساب. كل الأخلاق دي كانت عندنا يوم من الأيام، ولكن الإنسان أول ما يدخل المنهج السلفي لابد يعمل تصفية لنفسه في الأول، وتربي نفسك وما تكون أنت بشكل سلفي ودواخلك كلها عاداتك وتقاليدك الجاهلية وطبعك الجاهلي كله جايبه وده تدخله لنا جوا المنهج السلفي. رقي نفسك وهذب نفسك. والله أنا يعني ما كنت أقدر أعلق ده، أنا مش أقدر أعلقه، لأنه لما سمعت إنه في بعض الشباب، وإن كان الحمد لله دي من المسائل اللي عند أخواننا نقية جدا وأمرنا فيها واضح، عندهم بعض الكلام العنصري، كلام عنصري، نحن من قبيلة كده ونحن ما تعرف مهمشين، ده الكلام بتاع العلمانيين، ده كلام يا أخواننا سيء وقبيح، ما يليق إطلاقا بمسلم ولا يليق بسلفي. كويس، ما ممكن يا أخي أنت يكون عندك أخلاق زي دي لسه قاعدة عندك، وتنظر لأخيك الذي استقام معك وأنت معه على الدعوة الصافية على التوحيد وعلى السنة وعلى تعلم القرآن وعلى الحديث وعلى تعليم المجتمع وتثقيف الناس، أنت وصلت مرحلة الداعية، والداعية أفضل وظيفة، وظيفة الدعوة. أنت بعد تنزل إلى حضيض المجتمع وإلى إلى أسفل أرجل البشر وتشتغل بالدعوة العنصرية، تميز أخوانك على أساس القبلي، على الأساس القبلي. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الأمر ده بشدة، قال أمر الجاهلية تحت قدمي، وقال لأبي ذر مع أنه من أفاضل الصحابة، قال لي إنك امرؤ فيك جاهلية، لابد تدفن هذه الأخلاق الرديئة وبقايا الجاهلية في أعمق الأعماق وتبعد أنت سلفي يا أخي. طيب، ثلاثة، استعمال كل الوسائل الشرعية المتاحة في تبليغ الدعوة، الخطابة والكتابة والنشر وغيرها. رابعا، إظهار السنة في كافة المناحي، خاصة في البدع المجتمعية التي يتشبث الناس فيها بمظاهر بدعية مثل الفاتحة في العزاء والجلوس بعد الدفن ورفع الصوت في التشييع وغيرها. انت ما تتدسى، في كثير من اخواننا هم السنة عارفينها كويس، لكن اول ما يجي في بيت بتاع مأتم عشان الناس ما يشوفوه يقول له انت بتشيل الفاتحة مالك، بقوم بالبيت له في ورا موكب كده، بكون في موكب شايل الفاتحة 7-8 انفار ينشان الفاتحة، اخونا تلقى لابس ورا كده دايرون ديلك، بعد ما يشيلوا فاتحته يجي يمد يده ما تلبث. ده الوقت ان انت تظهر فوق السنه، تخلي الموكب ذاك يخش وترجعهم، تبقى براك، تجي داخل في الناس لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب وتصافح الناس كلهم. الرجال اهل المصيبه، تكون ظاهر بالسنه، ما تلك ميت لابد تظهر السنه انت ما غيرك، وما تلاقي عزيز كمان ما بتطبقها في البعيد. ودعم حبوبتي
لا لا، في العزيز عندك انت، اخوك اختك ابوك امك ولدك، هنا تطبق السنه. اول ما جيت راجع من الدفن تقول لنا اخواننا جزاكم الله خير، شكرا لكم، العزانة كتر خيره، والماء وصلنا عافية الله عفو الله، ما عندنا أي لملمة في البيت، جزاكم الله خير. تمشي على بيتك طوالي تصوت لك عصيدة، والأولاد يأكلوا يدعسوا، بكرة من الصباح تمرق تمشي شغلك، وعك تسوي لك للبيت وتقعد تقول لا لا ما في ناس جايني، شوف شغلك طوال أمرك، بكرة من الصباح. قبل فترة طويلة جدا والدي عنده أمه توفت وكان مدير بتاع مدرسة، الدفن كان قريب الصبح، الجماعة المعاو في المدرسة أول ما صبح الصباح الأساتذة المعاو ما مشوا، قالوا للأستاذ الليلة المدير أمه ماتت. طبعا السودانيين بيحبوا العطلة إلا من رحم ربك، العطلة دي بيحبوها حب، يقول لك يا زول الليلة المدير أمه ماتت، ما جو الاجتماع، وهو أول زول جا قاعد راجعون عشان يجوا، وقاعد منتظرهم وهم ما جوا. يا ناس اي شفت انت السنه لو ما طبقتها في الحاره ما حتطبقها ثاني. ابقى يطبق السنه عشان المجتمع يتعلمها، عشان المجتمع يتعلم السنه. طيب الاصل السادس قبل الاخير الحث على العلم الدنيوي، ده كمان يا اخواننا مجال مهم. التطور العلمي هو أساس لنهضة الأمم وقوتها، وسبيل ذلك البحث العلمي المتقدم، لأن موازين القوة تختلف من كل عصر لآخر. وإذا كنا مأمورين بإعداد القوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فمن أعظم مصادر القوة اليوم العلم، لأن الصناعات لا تقوم إلا به. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير الآية، أي وأعدوا لهم، أي كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة ونحو ذلك مما يعين على قتالهم، فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من المدافع والرشاشات إلى آخره، إلى أن قال والرأي والسياسة التي بها يتقدم المسلمون ويندفع عنهم به شر أعدائهم، إلى أن قال وتعلم الرمي والشجاعة والتدبير، وأورد الحديث إنما القوة الرمي. فأساس تحقيق ذلك كله التطور العلمي، ويمكن الإسهام في ذلك بالأمور التالية: أولا احتساب الأجر في التفوق والإبداع، لأنه في ناس بيعتبروا حتى من إخواننا السلفيين يعتبروا إنه المجال العلمي والبحث في المجالات العلمية والدراسة ده نوع من أنواع الترف، وده ما في داعي له، وده غلط يا إخواننا، ده غلط، وهذا من الواجبات الكفائية، لأن قوة الأمة لا تتم إلا به، فهو من الواجبات الكفائية. طيب قلنا احتساب الأجر في التفوق والإبداع في الاختراع في كافة المجالات، لا سيما المجالات التقنية والبحثية المجردة غير التطبيقية، لأنه أخواننا مجالات البحث، في مجالات البحث التطبيقية في علوم تطبيقية وفي علوم بحثية مجردة. التطبيقية مثلا زي علم الطب، ده علم تطبيقي لأنه أنت بتقرأ اللي هي نظريات معينة وتجارب جربها البعض، أنت بتقرأ وبتطبقها، ده المجال التطبيقي دائما ما هو اللي بيسهم في نهضة البلد، إنما الذي يسهم هو المجالات العلمية المجردة دي اللي بتجيب الاختراعات. يعني الطبيب النظريه اللي بيشتغل بها الطبيب دي ذاته، في ناس ثانيين مشوا عكفوا في المعامل وحللوا العينات وبحثوا واكتشفوا وجابوا للزول ده الافكار اللي بيشتغل بها دي ذاته، فهذا هو المجال الذي يطور. طيب لانها تمكننا من
الاستغلال بمنتجاتنا. ثانيا محاربة النظرة الرهبانية لأهل الدين، وذلك بأن يكون الفهم الديني أو الفهم الديني الصحيح مشاعا بين الجميع، وأن تكون الاستقامة على الشرع سمة المجتمع بمختلف وظائفه، وحتى المتخصص في علوم الشرع لا يكون منزويا على طريقة الرهبان. ما في على سمة رهبانية في الدين، تقول نحن ناس الدين ما عندنا شغلة بالمجالات الثانية. انت ذاتك صاحب الدين لابد يكون عندك مهنة، وده كلام يا اخوان نحن بنقوله لاخواننا كثير. ما تبقى مولانا ساي، البلد دي ما فيها وظيفة اسمها مولانا في، وانت لو اشتغلت في مثل هذه الوظيفة، وظيفة مولانا، انت حتكون في النهاية تابع لرجل بيديك القروش، ومن لا يملك قوته لا يملك قراره. وانت بعدين اذا بقيت تابع لزول يديك قروش حتسمع كلامه وما بتقدر تخالفه. والداعية اذا لم يكن حرا في تطبيق شرع الله فلا فائدة من دعوته. يومك تكون انت مغيض ومكبل فانت ما بتقدم دعوة. طيب قلنا حتى تسقط الصورة الشوهاء التي رسمها اعداء الدين بان يكون الدين قابعا في المساجد والتكايا، بل الواجب ان يكون الدين منهجا معاشا في تجارتنا وطرقاتنا وسائر احوالنا. عشان كده انا دائما والله يا اخواننا في نفسي كده بكون مبسوط لما نلقى اي واحد من اخواننا ماهر في الشغله بتاعته. شفتها لما نلقى زوج سلفي وميكانيكي شاطر، الناس كلهم يقول لك اي عربيتك دي معطله هاي داك ابدقني، بس مش ليه ده زوج شاطر. ويجي في محله ده اللي بيشوفه كله عيب بيعالجه. كان تجي انت بعربيتك معلق لك حجاب، قبال ما يفتح الكربريتر بفك الحجاب، قبال ما يفك الكربريتر يفرتق لك الحجاب اول حاجه، ويفرتق لك العقيده اللي قاعده جوا في قلبك. بعد ذاك ثاني يبدا بيظبط لك الكربريتر لما انت تتكيف والعربيه تتكيف. فيا اخواننا المهن واسعه، لكن المطلوب انه الانسان يحمل دينه ويحمل مهنته بكل صدق، ويشتغل في مهنته دي بصدق تام. ما تبقى انت ميكانيكي وتعبان، انت يومك تبقى ترزي في السوق ده ابقى اشطر ترزي في الترزيه دي، يومك اللي بقيت راعي تبقى اشطر راعي واشطر طبيب انت ده، ما في زول يفوتك. ما ممكن تجي انت بيت ابنك وما شاء الله بتخاف الله وبتنوم بدري، انت ما بتسهر زي ديلك بيسهروا في المسلسلات والافلام ومضيعين زمنهم. انت ما عندك زمن ضايع، بالليل تقرا وتقوم تصلي لك رجعات وتدعو الله يوفقك، تكون في مهنتك شاطر، وفي نفس الوقت من خلال مهنتك انت بتقدم الدين. والدين انا في يقيني الذي يقدم من خلال المهن يكون اوقع في النفوس من الذي يقدم في المساجد، ولا ما متفقين معي؟ لما انت تكون طبيب ويجي زول داخل عليك قبال ما تخط له السماعه في صدره تشيل التميمه تقول له دي لا بتنفع ولا بتضر، وتطلعها تخطها بعيد، ها؟ وبعد ذاك تفحص عليه ويحس بالعافيه ويفرفش ويبقى مبسوط، ويجي يقول لك يا مولانا انتوا التميمه دي ما لقي بين مركتها، تقول له يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الرغى والتمائم والتوله شرك. كلام الطبيب الدكتور بسماعه ده اقوى من كلام مولانا القاعد دعيمه في الجامع، ولا ما كده؟ طيب ثالثا فك الارتباط بين التطور الدنيوي والفساد الروحي. فقد ظن كثير من الناس ان المجتمعات الكافره انما تطورت بسبب كفرها وفسوقها، وكأن الدين صار عائقا يحول دون التقدم المادي، وهذا مفهوم منكوس، لأن من تقدم دنيويا إنما تقدم بالعلم والإنتاج لا بالكفر والعصيان. بل لو اجتمع الإيمان والتقوى مع العلم والإنتاج صار التقدم أعظم، لأن الله تعالى يبارك في عمل المؤمن وينميه. وليت من أعجب بحال الكفار، ده الناس المنبهرين يمشي أوروبا ويشوف الشوارع والناس النظيفين وكده، وليت من أعجب بحال الكفار أخذ منهم ما ينفعنا في دنيانا.
ولكن هؤلاء وللأسف انبهروا بتطور الكفار وأخذوا منهم الفسق والعصيان وتركوا العلم والإنتاج، فلا دنيا حصلوا ولا دينا أبقوا. الأصل السابع والأخير الحث على الإنتاج وإعمار الأرض. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيرها: فسافروا حيث شئتم في أقطار من أقطارها وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات. ومصادر المكاسب والإنتاج الأصلية أربعة كما ذكر الماوردي رحمه الله تعالى: اثنان منها تتكاثر بنفسها واثنان يتكاثران بالعمل. أما التي تتكاثر بنفسها فهي الزراعة والحيوان، وأما الأخرى فهي التجارة والصناعة. فالزراعة أصولها الأرض والماء والمناخ، والحيوان تبع لذلك، والصناعة منها زراعية فهي تعتمد على ما ذكرنا من أصول الزراعة، ومنها غير ذلك. ومقومات كل ما ذكرنا متوفرة عندنا في السودان، فلم يبقى إلا تشجيع الكادر البشري على العمل، وذلك بالآتي: واحد، التكريم المجتمعي للعمل وتجريم البطالة. الزول العاطل ده مفترض عند الناس يكون منبوذ عشان يمشي يشتغل، ويكرم العامل مهما كانت مهنته. زول الشغال ده يكرم ويحترم. اثنين، الاستفادة من المنتج المحلي في الصناعات الوطنية لتحقيق الاكتفاء. يا اخواننا، في منتجات بننتجها نحن لكن بيصنعوها غيرنا. اللبن عندنا منتج من الحيوان، بيمشوا غيرنا بيصنعوا منه منتجات تانية وبيستفيدوا منها. القطن منتجنا نحن، بيمشوا غيرنا بيصنعوا منه ويجي يبيعوا لنا نحن بالغالي. عشان كده من القواعد المهمة أن مثلا منتجات الألبان، المنتجات تحت الألبان كلها تصنع من الإنتاج الحيواني، وصناعة الملابس تكون من الإنتاج الزراعي، وهكذا. ثلاثة، تقديم المصلحة العامة على الأغراض الشخصية. أولا، أنت لو داير تصنع ولا تزرع ولا تنتج، انتج ما ينفع الناس وانتج الكسب الطيب، ما تنتج الرديء ولا تبيع للناس الرديء وتخدع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق ولقى واحد خدت الطعام، خدت الناشف فوق واللين تحت، فدخل يده فوجد اللين تحت، قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء. قال: هل لا جعلته من أعلى حتى يراه الناس؟ من غش ليس منا. ما تغش، بيع للناس الطيب والكريم. وانت لو بضعتك فيها عيب كلمه، كلمه عديل لو بضعتك فيها عيب. طيب، رابعا، الحرص على الشراء من المنتج لتشجيع الانتاج وإفادة السوق. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، قال: ولا تلقوا الركبان. تلقي الركبان ده شنو يعني؟ اشرح لك. تلقي الركبان بيكون في زول عنده طماطم جايبها من هناك، زرعها في الجزيره، وشايل البوكس مالي طماطم وجاي داخل بالسوق، داير يبيع صفيحه الطماطم ب 100 جنيه وهو ربحان ورضيان مبسوط جدا. بيقوموا السمساره بتلاقوه برا قبل السوق، كويس؟ بقوم بقول له: شوف السوق ضرب، ما في طريقة بيع، نديك فيها 70، وكان دخلت السوق ما حتلقى حاجة. وداك يقول: بدل أنا أصل بعيد وكده، أحسن أتخارج منه. يبيعوا، يشتروا منه ب70 ويجوا داخلين السوق يبيعوه ب500. فتلقي الركبان يضر بالمنتج، المنتج ذاته لو لقى المواطن ممكن يبيع له كويس، لو لقى المواطن، ويضر بالمستهلك المواطن، لأن المواطن لو اشترى مباشرة من المنتج كل التكاليف في النص دي بتزول، والسمسرة بتزول، وبيشتري برخص، بيشتري رخيص،
عشان كده شوف من فقه الشريعة الإسلامية، شوف الفقه ده عجيب كيف. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تلقوا الركبان، خليه يخش السوق عشان المواطن المسكين ده ينتفع. ايوا داخلين العرب شايلين بهائم جايين بها من كردفان، والواحد من هناك زيد وخلاص بس داري يبيع بضاعته دي وتخارج، وده منتج ما خسر انا معاه. يجي يبيع خرفانه دي بالرخيص، لكن يجي يستلمها منه السمساره ويجي يبيعها لك انت ما بتستفيد، يبيعها لك بالغالي. طيب وعليه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان لما في ذلك من الاضرار بالمنتج والمستهلك. اخيرا تحري الصدق في البيع لحصول البركه، قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركه بيعهما. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انتهت ورقتنا وننتظر من المشايخ التعليق، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمه الله.